Grüß Gott, Assalamu alaikum. Folge 26, الحلقة 26, Part 1, الجزء الأول. Das Verb werden, الفعل werden, يصبح. عايزين نعرف الفعل ده أساسه إيه بقى ونستخدمه إزاي أفراه وإحنا دماغنا ساحت. أول حاجة هناخد تصريف الفعل من غير ما دماغك تسيح ولا حاجة. أنا بصراحة بسمع يعني بيجيلي رسايل مسجز وإيميلات بتفطسني بالضحك يعني. werden يعني يصبح، يصبح بيتصرف مع الضمائر كالتالي: ich هو فعل stark قوي، فعلشان كده يعني Ausnahme بنصرفه بشكل معين شاذ. ich werde، du wärest، er و es و sie verb، ihr werdet، wir und sie sie werden. يا ريت نحفظه كويس جدا. هنيجي بقى الفعل werden ده اللي مطلع عنا ليه استخدامين في اللغة الألمانية، استخدامين رئيسيين في اللغة الألمانية. الأول اللي بياخدوه ثانوي وهتمتحنوا فيه، الأولاني بمعنى يصبح، والتاني معناه سوف للمستقبل. ده بالنسبة للي بياخدوا كورس دويتش كورس. طبعا احنا بنتكلم مبدئيا على A1 2 و B1 2، بنتكلم على المستويين A و B. هنتكلم عن الاستخدام الاول بتاعه يصبح، werden بمعنى يصبح. بنستخدم فيه الفعل على انه فعل رئيسي، اوكي، اللي هو werden بنستخدمه على انه فعل رئيسي للجمله. بيجي نمر 2 كونيوجيت مت ديم كونيكتيف، بيبقى متصرف مع مت ديم نوميناتيف انشولدجونج مع الفاعل. يبقى بنستخدم فعل werden بمعنى يصبح رقم 2 في الجمله، اوكي، كفعل رئيسي، وهو اللي بيشيل معنى الجملة تماما. يصبح وبيصرف مع الفاعل كالعادة. ازاي؟ هنشوف دلوقتي. بايشبيله: ماين برودر اشتوديرت ميديسين، اخويا بيدرس طب ميديسين. ار فيرد بالد ارتست، هو هيبقى دكتور، هيصبح طبيب. لوحده شايل معنى الجملة بمعنى يصبح، الدنيا تمام. ار فيرد بالد ارتست. اوكي، تاني بايشبيل: هايتا هاب ايش جيبورتستاج، النهارده عيد ميلادي. ايش فيرده فيرتسيش، هيبقى عندي 40 سنه، هاصبح 40.